السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل قرينا الباسكيل إيراس، كملناها. نواصل الباسكيل دي اثنين، الباسكيل دي اسم دي جاي من داتا، اللي هي لا دوني، ودي لاتش. دي معناها داتا دوني. الان لا باسكيل دي هي جزء من الباسكيل اراس. شفنا جدول الحقيقه هنا في الباسكيل اراس، شفنا جدول الحقيقه اللي هو هذا. الباسكيل دي هو هذه الحاله فقط، هذه الحاله هو الباسكيل دي، يعني إما تكون 0 1 أو 1 0، ولا صورتي هي حسب قيمة الأس. إذا كان 0 تكون 0، إذا كان 1 تساوي 1. هذه هي الباسكيل دي بكل بساطة. يعني شوفوا مليح، SR هذه باسكيل SR، كي بار راح ندير هنا دي، وندير هنا انفرسور. وش معناها؟ معناها كي تكون دي تساوي 1 راح تعود الاس تساوي 1، والار هاي تعود عكس تاعها تساوي 0. كي تكون دي تساوي 0 راح الار تساوي 1. هذه هي الباسكيل دي. هذه باسكيل دي، خلاص نظن واضحة سهلة. يعني انفرسور بين الاس والار نتحصل على الباسكيل دي. لا طابلو دو فيريتي دو لا باسكيل دي سهل. باسكيل دي لا سورتي كي تي بلس ان، صفر تخرج صفر، واحد تخرج واحد. يعني ال ليكواسيون كي تي بلس ان واش تساوي؟ تساوي دي. نعطيكم شيما انترن لا باسكيل دي افيك اورلوج، نعطيكم الشيما ونعطيكم الرمز السيمبول. السيمبول هو وقلنا نسموها باسكيل دي، صافي تعود كيما هاك. هذه افيك اورلوج سي ال كا، عندي كي بار، عندي كي. هذا لو سيمبول دو باسكيل دي. واذا كان بالفرون ديسوندون راح يعود باسكيل دي سي ال كا كي بار. هذا فرون ديسوندون، هذا فرومونت. عندي باسكيل دي شيما انترن بورت ناند، هذه الشيما. شوفوا هنا درت انفرسور بين الاس والار، رجعت باسكيل دي. يعني هذه كما هاك، هذه باسكيل اس، باسكيل اس ار، هذه باسكيل اس ار. درت انفرسور رجعت باسكيل دي، خلاص واضحه، واضحه الشيما. نروحوا للباسكيل الثالثه، باسكو هاي واضحه، هذه لازم ناخذوها مباشره، ما نناقشوهاش مباشره، واضحه نفهمها ونقيد الشيما، نقيد الرمز ونقيد الطابلو دو فيريتي. هذا واش مطلوب منك؟
تعرف عندنا 4 أنواع باسكيل، كل باسكيل تعرف الشيما انتر نتاعها، الرمز نتاعها، جدول الحقيقة نتاعها. هذا وش كان تروازيام باسكيل جيكا. باسكيل جيكا طبعا كلمة جيكا جاية من جوكر وكينج اللي صنعها ولا ابتكر الفكرة هذه، جايبة من جوكر كينج. طابلو دو فيريتي تاع باسكيل جيكا هو اننا قمنا بحل مشكلة الواحد واحد في الباسكيل الاس فقط، جيكا كي تي بلس ان. احنا على بالنا في الباسكيل الاس الاشكالية وين هي، انه في الواحد واحد انتردي. الان حلينا هذا المشكل خلاص، ما عادش عندنا المشكل نتاع الواحد واحد. لما تكون عندنا صفر صفر تكون الحالة السابقة، لما صفر واحد راح تعطي لي صفر، واحد صفر راح تعطي لي واحد، واحد واحد تعطي لي الحالة السابقة منفية. الحالة السابقة منفية، وهذا الفرق بين الباسكيل اراس والباسكيل جيكا، انه هنا حالة في حالة الواحد واحد تعطي لي حالة سابقة منفية. نعطيها لكم بجيكا اش يعني افيك اورلوج. افيك اورلوج عندنا تي بلس ان. لما يكون طبعا نتعاملوا مع اورلوج مثلا فورمونت، مثلا لما يكون صفر مهما كانت قيمة جيكا فإنها الحالة السابقة. لما يكون واحد 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 هنا عندنا حالات المعروفة لجيكا، تعود صفر صفر وهذا فرومونتون راح يعطي لي حالة سابقة، هنا يعطي لي الحالة السابقة اللي هي كيتي، وهنا يعطي لي صفر، وهنا يعطي لي واحد، وهنا يعطي لي الحالة السابقة منفية. هنا هذه يسموها ميموريزاسيون. ميموريزاسيون وهذه يسموها هنا يا فورساج أزيرو، وهنا يا فورساج أأن، يعني هنا نفورسي بالزيرو، هنا نفورسي بالأن. هنا هذه يسموها كوميتاسيون. كوميتاسيون اللي هي قيمة مرة صفر مرة واحد، الحالة الأخيرة هذه يسموها كوميتاسيون. هذه فورس أن، هذه فورس زيرو، وهذه ميموريزاسيون. هذه باسكيل جيكا. نعطيكم ليكواسيون، ليكواسيون تاع باسكيل جيكا كي تي بلس أن أون فونكسيون دو جيكا تي. نرسمو الجدول طابلو كارنو. جيكا كيتي موان كيتي صفر 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 واحد واحد صفر صفر واحد. عندنا في الصفر صفر تعطي لي الحالة السابقة، في الصفر صفر تعطي لي الحالة السابقة هنا يا صفر، والحالة السابقة هنا يا واحد. وفي الصفر واحد تعطي لي صفر، صفر واحد تعطي لي صفر، صفر واحد تعطي لي صفر. وفي الواحد صفر تعطي لي واحد، في الواحد صفر تعطي لي واحد، في الواحد واحد تعطي لي عكس الحالة السابقة، في الواحد واحد تعطي لي عكس الحالة السابقة. إذن هذا هو جدول طابلو كارنو. عندي مجموعتين دونك كي تي بلس ان شحال يساوي، كي تي بلس ان شحال يساوي، يساوي الحالة هذه اللي هي ك بار كي تي، وهذه اللي هي جي كي تي، جي كي تي بار، صح، جي
كيتي بار زيد كبار كيتي. هذه هي الإكواسيو تاعي. الآن نعطيكم الشيما ونعطيكم السيمبول. الشيما هاي وين عندنا باسكيل، هي بازي سور لا باسكيل ار اس، هذه اش، هذه جي، هذه ك، هذه لا باسكيل جي كاي وين. افيك اش هي اراس مع مربوط الكي، مربوط مع الجي والاش بورت اند اند، والكبار مربوط مع الاش والكا بورت اند. هذه هي باسكيل جيك. طبعا الرمز تاعها راح نختصره، الشكل تاعها يكون بهذا الشكل جيكا كي كبار. وهنا لورلوج كلوك في حالة فرومونت، والله نزيدو سيركل في حالة فرون ديسونت. ناخذ مثال على الكرونوغرام. هذا الاش راح ناخذ لكم هنا مثال على الفرون ديسونت. الاش نرسموه الفرون ديسونت، هذا اش جي ك، شوفوا هنا وهذه الكي ناخذوا لها الصفر، الحالة السابقة الصفر. لاحظوا مليح. الآن راح ندير مثال على الفرون ديسوندو. فرون ديسوندو معناها الشكل يكون هنا، خلاص. وبالتالي راح نرسم هنا تبع غير فرون دي سونتو. راح نمشي حتى النقطة هذه، ومن بعد نقرا القيمة هذه. القيمة هذه واش عندي؟ عندي واحد صفر، جي كتعود واحد صفر، تفورسي الواحد. هاو عندكم جدول شفاو على هذي، كتعود جي صفر تخرج صفر، وكتعود جي واحد تخرج واحد. طبعا مع الكا واحد صفر، مش نحكي على هذه الحالة، مش نحكي على هذه الحالة. كتعود جي تساوي صفر مع الكا تساوي صفر، كتعود واحد مع صفر تساوي واحد. اذا انا عندي واحد صفر راح تخرج واحد، هنا عندي واحد صفر راح ترجع واحد مباشرة. دوزيام امبليسيون اللي هي فرون ديسوندو الثانية. نقرا الآن القيمة هذه والقيمة هذه، القيمة هذه والقيمة هذه. واش تقول؟ تقول واحد 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 واحد. واش معناها؟ معناها الحالة السابقة منفية. الحالة السابقة واش تقول؟ الحالة السابقة هي اللي قبل النقطة هذه. واش تقول؟ تقول واحد صافي، النفي تاعها صفر مباشرة. الخط الثاني، الخط الثاني واش نقرا؟ عندي صفر 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 صفر. واش يقول؟ يقول الحالة السابقة،
حال سابقة صفر، إذن صفر. نلحق هنا نقرأ هذه، واحد صفر، واحد صفر معناها واحد. نقرأ هذه وش تقول؟ تقول صفر صفر معناها الحالة السابقة تبقى واحد. هنا وش تقول؟ تقول صفر واحد معناها فرسي صفر. هنا وش تقول؟ تقول واحد واحد يعني نفي الحالة السابقة، الحالة السابقة صفر ترجع واحد. وهنايا عندي واحد واحد معناها نفي الحالة السابقة واحد ترجع صفر. هذا هو الخرج، واضح؟ أو عندكم هنا مثال آخر في الكرونوغرام في الدرس. الآن ننتقل لباسكيل تي. الباسكيل تي اللي هي رقم 4، 4 لباسكيل تي. لباسكيل تي هي عكس لباسكيل دي تماما. احنا قبيل خذينا في لباسكيل دي خذينا نفي بين الاس ار، من الاس يروح الار النفي. الان العكس، النفي يروح من الاس، من الار للاس، هذا هو فقط. لباسكيل تي معناها هذا هو الشكل تاع اس ار كي كي بار، يجي هنا نفي باسكيل تي، هنا يجي هك، هذه باسكيل تي. هذه باسكيل تي يعني افيك اورلوج، راح الرمز تاعها بكل بساطة راح يكون نزيدوها الاورلوج يكون باسكيل تي. مثلا اورلوج الحالة هذه حابين ناخذه فروم دي سوند، هذه باسكيل تي، الرمز تاعها نسموه باسكيل تي. وهي اصلها كما هاك، اصلها كاين انفرسور عند الاس، وبالتالي طابلو دو فيريتي تاعها بسيط جدا عكس دي مباشره. هذه تي، هذه كي تي بلس ان، تعود صفر تعود واحد، تعود واحد تعود صفر، يعني الانفيرس توجور. علاه؟ لانه كتود عندي هنا صفر، واش تخرج هنا؟ تخرج هنا واحد وهنا صفر، وهذه القيمه في الباسكيل ار اس شحال تساوي؟ واحد صفر، واحد صفر واش تعطي لي؟ تعطي لي واحد، اذا تخرج واحد. اذا كتعود هنا تي عندها صفر، تي عندها صفر تخرج في لاسورتي هنا واحد. وكي تعود هنا واحد، كي تعود هنا واحد ترجع صفر واحد، صفر واحد، صفر واحد هو زيرو، هو زيرو. اذا معكوسة مع الباسكيل دي تماما. هذا السيمبول تاعها، هذه الشيمان تاعها. تقدروا ترسموا الباسكيل اراس العادية لداخل، ولا تروحوا ترسموا الباسكيل دي هذه. شفتوا الباسكيل دي هذه؟ هذا الانفرسور يجي هنا، يعني نحمل هذه القيمة، ما يجيش هنا، يجي هنا، خلاص ترجع باسكيل تي. الآن كاين ملاحظات مهمة، كاين ملاحظات مهمة مهمة في رومارك. أحيانا تلقاو باسكيل بهذا الشكل، وش معنى هذه؟ هنا نقراها باسكيلجيك عادي، ها هو لأنها باسكيلجيك، هذا الكلوك عادي،
هذه لا سورتي كي، هذه لا سورتي كي بار، دي واضح. تبقى القضية هنا في هذا الجزء، مش معنى هذا الجزء، مش معنى هذا الجزء. بي ار، رمز بي ار معناها بريسيت، معنى البريسيت، والبريسيت هي نفسها سيت. خلاص هذيك تعريف. سي ار ولا سي ال هي معناها كلير، واللي هي روسيت، اللي هي روسيت كلير، واللي هي روسيت. ركزوا معايا مليح، هنا عندي البي ار فيها سيركل، وهنا سيركل، هذه واش معناها؟ معناها سي ار ازيرو، ازيرو فورس كي ازيرو، وهذه بي ار ازيرو فورس كي ا1. يعني مادام كاين سيركل، هذا هذه راه اونتري، هذه راه اونتري، مادام كاين سيركل هنا معناها هذه راهي فونكسيون او نيفو با، يعني تخدم بالنيفو با، تخدم بالصفر، وبالتالي كي نعطيها صفر تفورسي لي لا سورتي هذه، تضغط ترغم المخرج هذا يرجع يساوي واحد، ولما نبعث صفر هنايا ترغم المخرج هذا يرجع صفر. خلاص بي ار اذا كانت صفر ترغم المخرج يرجع واحد، واذا كان سي ار يساوي صفر ترغم المخرج هذا يرجع صفر. يعني هذه ترجع لتفرسي للواحد، وهذه تفرسي للصفر، هذه تفرسي للواحد هنا، وهذه تفرسي للصفر هنا. الان كاين ملاحظه اخرى، احيانا تلقاو باسكيل كيما هاك بي ار سي ار كي كي بار، مثلا جيكا ولا دي ولا اراس ولا سي ال كا. وش الفرق بين هذه وبين هذه؟ هذه قلنا تخدم بالصفر، هذه تخدم بالواحد، معناها لما يكون البي ار هنا في الحالة هذه، لما يكون البي ار ا1 فورس كي ا1، وسي ار لما يكون واحد فورس كي ا0. وش معناها؟ معناها لما البي ار يساوي واحد رايح يرغم المخرج يساوي واحد، ولما سي ار يساوي واحد رايح يرغم المخرج يساوي صفر. خلاص معناها هادو المدخلين جدد في الباسكيل، يدي نزيدوهم هنايا احيانا باش نرغم المخرج على قيمه معينه مهما كانت الجي والكا والاش. طبعا التغير هذا يحدث بدايه الاش توجور، وانما الجي والكا ما يعودوش في الحاله هذه، ما عندهمش تاثير. يعني أرغمت المخرج هذا بالواحد ولا بالصفر حسب القيمة راح ندخلها في البي ار ولا في السي ار، هذه من جهة، وحسب نوع الإرغام هنا، إذا كان بالصفر معناها يفونكسيون او نيفو با، يعني يخدم بالصفر ولا يخدم بالواحد. هذه يسموها بريسات وكلير. احيانا تلقاوها بالفرنسيه، تلقاو ار اس و ار كيما هاك كي كي بار، وهنا اس ار باسكيل تاعي عادي مثلا كيما هاك. الاس ار هذه تاع الباسكيل، لي زونتري تاع الباسكيل. الاس ار هذه معناها سات روسيت، سات روسيت اللي هي هذه، اللي هي بريسيت وكلير، قلنا احيانا يسموها بريسيت وكلير ولا سيت روسيت. وبالتالي راح نعطيكم الاختصار هنايا، شوفوا مليح في هذا الشكل. هذه هنا معناها بريسيت تاع
تخدم بالنيفو با، هاو كاين سيركل بالنيفو با. الكلوك يخدم بالفرومونتون، يخدم هنا بالفرومونتون، هاي فرومونتون، هذه فورس زيرو على كيو ا ان، تحتانية فورس زيرو. هذه نفسها، الاختلاف فقط في الكلوك، هنايا فرون ديسوندون، هنا فرومونتون، هنا فرون ديسوندون. حالة واحدة أخرى مكتوب اس ار، اس ار هذه ماشي هي اس ار هذه، ولا جيكا ولا دي ولا تي، هادو راه اسم الباسكيل، وهذه تاع ساتلوسات اللي هي فورسي الان زيرو. هنا هاي بالنيفو تخدم بالنيفو ان، هنا تخدم بالنيفو زيرو. هنا فرومونتون، هنا فرون ديسوند، يعني لازم تعود عندك ثقافة كيفاه تقرا كي تشوف الباسكيل، الشكل تاع الباسكيل كيما هاك تفهم شنو قال. هذه تخدم فرون ديسوند، هذه تخدم بالنيفو ان، هذه تخدم بالنيفو ان، هذه باسكيل جيكا ولا تي ولا دي ولا حسب لونتري اللي تجي هنايا، هذه تخدم بالزيرو هنايا بالفرومونتون. باسكيل جيكا تي دي حسب لونتري تاع هنا، وهكذا. نظن راهي واضحة، بارك الله فيكم، تقبل الله صيامكم، صحة فطوركم، السلام عليكم.